عن ممثلة تركي أورجينال يبدي إعجابه بها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. فجأة ممثل تركي عزت يوكسوك المعروف ببطل مسلسل اسمعني أورجينال بردة فعل قوية بالأمس عندما شاهد اليوتيوبر الأردنية سارة، حيث أظهر الممثل إعجابه الكبير لها، مما دفع أصدقائه طلال وأيتاش بالتلميح عن إعجاب أورجينال بسارة. وأيضا اختار الممثل التركي أورجينال بالدخول في جولة وحده مع لايف سارة وبدأ يسألها أسئلة عنها ويبدي اهتمامه بحياتها. أترككم مع اللقطة ورأيكم بخصوص هذا الخبر. طلال جيت يا هذه جيت يا طلال تشكر دين بس فهمني شو صار. بدك تفهمني شو صار. شنو هيك شيء أوميجاك ديما. Merhaba, nasılsın? Ya olmayacak tabii. Sarı tanışıyor muyuz biz? Merhaba. Ben... Sen kimsin? Sen... Ben çıkaramadım seni bir an böyle. Ben senin sesin biraz tanıdık geldi bana ama... Sesin mi sadece? Ya sesin nasıl tanıdık gelemiyorum bu arada sana? Öyle erkek sesi.